تم تأسيس الاتحاد البحريني للصوم في عام 2019 بقرار صادر من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وذلك للإشراف على فئة الإعاقة السمعية، الصم والاهتمام بهم من الناحية الرياضية. وللاتحاد مشاركات عديدة، يسعدنا أن نتعرف على تفاصيلها مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد جميل الأمين المالي ورئيس لجنة العلاقات العامة في الاتحاد الرياضي البحريني للصم. صبحك الله بالخير ويهلا ومرحبا. صباح الفل والورد والياسمين، مرحبا بكم، اخباركم طيبين ان شاء الله. حياك الله استاذ احمد، سعداء بتواجدك معنا في اثير اذاعه البحرين في برنامج صباح الخير يا بحرين، ونود ان نتحدث معك اكثر عن هذا الاتحاد البحريني لرياضات الصم والذي تم تاسيسه كما ذكرت زميلتي في المقدمه في عام 2019. نعم، اولا مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكر اذاعه البحرين على استضافتي لي في هذا اللقاء. طبعا كما ذكرتم في بادئ الامر ان الاتحاد تم تاسيسه في عام 2019 بقرار صادر من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبعد ذلك تم اعاده تشكيل الاتحاد سنه 2021 بقرار صادر من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الاول رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه رئيس اللجنة الأولمبية. فبدايات كانت يعني فيها شوية صعوبة مع الجائحة، ولكن إن شاء الله الأمور راح تكون جدا ممتازة مع الاتحاد، يعني إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، احنا في البدايه اكيد كنا نبي ناخذ فكره عما يقوم به الاتحاد البحريني لرياضات الصم. استاذ احمد، اذا تعطينا بشكل عام الفكره من اقامه هذا الاتحاد، ما الذي يؤمنه لذوي الاعاقه السمعيه بالتحديد؟ ما هي اهدافكم، تطلعاتكم، طموحاتكم؟ اولا الاتحاد اتى يعني نتيجه ثمره جهود جباره وكبيره من مجتمع الصم، يمكن بدات من 2005 عندما تم تأسيس نادي الصم تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتم التواصل مع الجهات الرياضية لتأسيس اتحاد خاص يعني له علاقة أو يركز بشكل أكثر على فئة الصم في مملكة البحرين للتمكن للحصول على الدعم والمشاركات الخارجية وتمثيل علم البحرين خارجها. ولله الحمد يعني صار تأسيس اتحاد مثل ما ذكرنا في 2019 و2021، ويعني لحد الآن نحن نشارك في رياضتين رئيسيتين وهي كرة القدم للصالات والبولينج. لنا مشاركات محلية وخليجية إن شاء الله، ونحن نطمح يعني لزيارة عدد الرياضات الموجودة تحت مظلة الاتحاد، ونتمنى كل خير إن شاء الله من الجهات الرسمية إن شاء الله. لا شك بأن فئة الصم هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، يعني تلقت هذا الاتحاد وتأسيس هذا الاتحاد يعني بالمزيد من الطموحات والمزيد من الآمال، فيعني كيف كان تقبل ذوي الإعاقة السمعية وبالتحديد المهتمين بالمجال الرياضي لتأسيس هذا الاتحاد أستاذ أحمد، وبالنسبة كذلك لطموحاتكم مستقبلا في هذا الاتحاد؟ طبعا هذه الخطوة كانت جدا رائعة، تلقى يعني لاقت قبول وترحيب من فئة الصم في مملكة البحرين. يعني في نهاية المطاف حصلنا على متنفس أو فرصة أو للمشاركة في مسابقات خارج البحرين على المستوى الدولي إن شاء الله. بالعكس يعني كان جدا رائع. هناك تحديات خاصة تختص بفئة الصم وأعدادهم في البحرين، لكن إن شاء الله يعني مع بذل المزيد من الجهود وراح نتمكن إن شاء الله من تخطي هذه العقبات اللي ممكن نستعرضها بشكل جدا بسيط إذا أمكن الوقت. نعم. يعني البرنامج. نعم تفضل. نعم. يعني طبعا الأعداد الصم في مملكة البحرين ليست كأعداد الصم أولا في دول كبيرة، منها مثلا على سبيل المثال المملكة العربية السعودية، نحن على تواصل مع الاتحادات الموجودة في المنطقة. لدينا طاقات واعدة شبابية، ولكن أيضا يعني من الأمور التي قد تكون مثل ما ذكرت الأعداد، وليست لدينا فئات عمرية مثلا
لما نتحدث عن كرة القدم والصالات عندنا بس فقط فئة واحدة هي فئة الكبار، وفئة الصغار عندنا شوية مشكلة فيها في حتى تشكيل أندية تنضوي تحت مظلة الاتحاد. يعني هذه بعض من المعوقات اللي نحاول نشتغل عليها بالتواصل مع الجهات الجمعيات الموجودة في البحرين اللي قاعد تشتغل فعلا ليل ونهار على نشر التوعية، وهي أيضا تحتوي فئة الصم بشكل عام واهتماماتهم والنظر في المشاكل التي يواجهونها. نعم طبعا، اللي نعرف أن في مشاركات متعددة قمتوا فيها من جهة الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة السمعية، فإذا تحدثنا عن أبرز هاي المشاركات وأبرز الإنجازات اللي حققتوها مؤخرا. هو حاليا مشاركاتنا مقتصرة على الدوري المحلي لسبب واحد، يعني عندنا بس مشكلة بسيطة جدا في عدم التمكن في المشاركات الخارجية، وهو أن اتحاد الصم يندرج تحت ذوي الإعاقة، وكما تعلمون أن تحت الأنظمة الدولية أن فئة الصم تختلف عن فئة الإعاقات رياضات الإعاقة الأخرى، لأن اللاعب الأصم لا يعاني من أي إعاقة بدنية جسمانية في عقه عن الحركة، فيعامل ما بين المعاق وما بين الشخص السليم. نعم. لذلك موضوعهم خاص إلى حد عندنا هذه الإشكالية نحاول نشوف لها حل مع الجهات المعنية في البحرين، وبإذن الله يعني راح نتمكن من مشاركات خارجية بإذن الله. على المستوى المحلي شاركنا في عدة الحمد لله، يعني على الرغم من تم إعادة تشكيل الاتحاد في عام 2021 كان هذا في يعني توجه الجائحة في البحرين، فالفعاليات في 2021 توقفت، ولكن في 2022 الحمد لله شاركنا في الاتحاد يعني بموافقة من الاتحاد البحريني لكرة الصالات، شاركنا في هذه المباريات وحققنا نتائج طيبة مع اللاعبين. عندنا بعض اللاعبين في كرة القدم والصالات محترفين في نوادي خليجية، وأيضا لدينا مشاركات يعني الحمد لله في رياضة البولينج أيضا. نعم نعم أستاذ أحمد، بالنسبة لوضع الفئة ذوي الإعاقة السمعية دوليا أو إقليميا، ذكرت بأنه يعني نحن نعاني ربما من هذه المعضلة حاليا، ربما يعني يتم حل حالتها إن شاء الله قريبا، ويعني يصنف ذوي الإعاقة السمعية بمنأى قليلا عن الإعاقات الأخرى، لكن بالنسبة للوضع الإقليمي والدولي يعني هل هم أيضا يندرجون في فئات ذوي الإعاقات الاعتيادية، أم أنها يعني هناك مثلا مجال ل يعني التفرقة بين هذه الإعاقات وبين الإعاقة السمعية، وبالتالي يعني ممكن أن يشاركوا مثلا في الرياضات المختلفة؟ هو في الوضع الدولي مثل ما تفضلت هناك لجنة أولمبية دولية تختص بالجميع رياضة الصم، تسمى لجنة الديفلمبياد، وهي طبعا من تشترط على الاتحاد أو الكيان الذي يمثل رياضة الصم في أي بلد معين أن يكون جهة مستقلة لا تندرج تحت مظلة الإعاقات، فلذلك هنا هي تكمن المشكلة. يعني عندنا تواصلنا في المراسلات مع هذه الجهات الدولية، عندما تنظر إلى هذا الوضع هناك يعني يتم رفض الطلب أو أن يكون هناك عائق في هذا المجال. نعم. في المستوى الإقليمي أعتقد أو في الخليج أعتقد أن لدينا دول مثل الكويت، عندنا المملكة العربية السعودية، ما عندي فكرة عن باقي الدول، ولكن يعني فيها بعض الدول تشارك، يعني مثلا في آخر مشاركة الكويت شاركوا في كأس العالم لكرة القدم والصالات في البرازيل. جميل. ونطمح يعني للوصول إن شاء الله إلى هذا المستوى أو للتمكن من مشاركات يعني خارج البحرين وحل هذه الإشكالية في
الاتحاد إن شاء الله. بإذن الله يعني إحنا نتمنى لكم كل التوفيق، وهو شوية سعي وشوية أمل، وخصوصا نحن اليوم في أول يوم عمل من العام الجديد، فأتوقع أن هذه فرصة أن إحنا نضع هذا الأمر من الأهداف اللي لابد أن تحقق في عام 2023. كل التوفيق لكم. كذلك احنا على امل، احنا بالعكس احنا يعني ايجابيين الى يعني نعمل بكل جد ليلا ونهارا، ونعرف الظروف التي مرت بها العالم كله بسبب الجائحه يعني، ونحن الحمد لله يعني كانت مبادره جيده، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع ويوفقنا معكم في 2023 في بداية قوية جدا للأفضل إن شاء الله. ونحن أيضا يعني من إذاعة البحرين نضم صوتنا إلى صوتكم في هذه المساعي التي يعني تهدف إلى رفع اسم مملكة البحرين على أيدي فئة ذوي الإعاقة السمعية في هذه المحافل الإقليمية والدولية. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد جميل، الأمين المالي ورئيس لجنة العلاقات العامة في الاتحاد الرياضي البحريني للصم. شكرا جزيلا لكم ولجهودكم.